السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، معكم محمد خلف من قناة سيستم تيك. النهاردة هنشرح إزاي إن احنا نحول راوتر تي بي لينك موديل تي دي دبليو 8968، ازاي هنحوله الاكسس بوينت توصله بسلك، يعني تاخد من الراوتر الرئيسي بحيث انت تستخدمه ان انت تاخد من الراوتر الاساسي بسلك وتعمل بيه اكسس بوينت او توسع شبكه الواي فاي بتاعتك. واول حاجه اعتدنا عليها في ان احنا نحول اي راوتر او نعمل اعتداد اي اكسس ان احنا نعمل له ريسيت او اعاده ضبط مصنع، علشان لو في اي اعدادات قديمه عليه ما تعمل لناش مشاكل. وهنعمل ريسيت عن طريق ان احنا نجيب ابرة او دبوس او سن قلم رفيع، وفي ثقب صغير مكتوب تحتيه ريسيت هنلاقيه موجود جنب الانتنة الشمال او جنب مدخل الكهرباء اللي هو الباور الاون او الاوف. وهنيجي بالابرة او بالدبوس او بسن القلم الرفيع وهنضغط ضغطة طويلة على الزر اللي داخل الثقب الصغير ده، وهنلاحظ ان اللمبات بدأت تنور كلها وتطفى، وبكده هنكون عملنا ريسيت. نستنى لما الراوتر يعيد التشغيل، وبعد ما الراوتر بيعمل اعادة تشغيل هنفتح اي متصفح احنا بنستخدمه، هنيجي في شريط العنوان اللي مكتوب من فوق ده هنكتب رابط تي بي لينك، وده هتلاقيه موجود في ظهر الراوتر، مكتوب في ظهر الراوتر من الخلف. وهنكتب الرابط، والرابط هو عبارة عن تي بي لينك مودم دوت نت، هنكتبه بالشكل اللي احنا شايفينه ده وهنضغط انتر. بعدها هتفتح معانا الصفحه اللي هي ظاهره قدامنا بالشكل اللي احنا شايفينه دي، وصفحه اليوزر او صفحه الادمن. هنكتب في اليوزر نيم ادمن اي دي ام اي ان سمول، وفي الباسورد برضو اللي هو اليوزر نيم والباسورد الافتراضي اللي هو ادمن ادمن اي دي ام اي ان، وكمان في الباسورد هنكتب اي دي ام اي ان سمول، كل الحروف سمول ما نكتبش اي حرف كابيتال، ونضغط لوج ان. تمام، بتظهر بعد ما ندخل بتظهر معانا الصفحه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. واول خطوه هنبدا نعملها هو اعدادات الواي فاي، وهنضغط على وايرلس، ومن جوه وايرلس هنضغط على بيسك، هيفتح معانا الصفحه اللي احنا شايفينها دي. واول خيار معانا انيبل وايرلس، وده عن طريقه ممكن تلغي الواي فاي او تشغله، بمعنى ان انا لو شلت العلامه من قدام الخيار انيبل وايرلس معنى كده ان انا بلغي الايه الوايرلس او الواي فاي بصوره نهائيه. وادوس سيف هنا لو عايز اعمل الخطوه دي. الخيار الثاني هايد برودكاست او هايد اس اس اي دي برودكاست، وده لو عايز اعمل اخفاء لاسم الشبكه. تمام، بضغط عليه كده يبقى هنا ايه الشبكه، بحط علامه صح هنا يبقى هنا الشبكه بتاعتي هتكون مخفيه. ولكن لازم تلاحظ ولازم تخلي بالك ان انت لما بتكتب اسم الشبكه هنا لازم تكون دقيق في حروف الكابيتال والحروف السمول والشرطات والمسافات، لازم تكون دقيق فيها، لان بعد ما تعمل اخفاء للشبكه لازم تعمل تكتب اسم الشبكه اللي انت عملته بصوره دقيقه جدا جدا، والا مش هتعرف توصل بعد كده للشبكه اذا عملت لها اخفاء. والجهاز اللي معانا هنا ممكن اعمل منه اكثر من واي فاي باسم ورقم سري مختلفين، والاس اس اي دي 1 وهو ده اول واحد، وده اسم الشبكه الايه الافتراضيه اللي بتبقى مفعله افتراضي على الجهاز ده. تمام، اللي هي دي، وانا طبعا هغيرها باسم الشبكه اللي انا محتاجه. لو عايز افعل الشبكه الثانيه باجي قدام اس اس اي دي 2 وبعمل انيبل وبغير الاسم بتاعها، ولو عايز افعل الشبكه الثالثه برضو كذلك باجي قدام اس اس اي دي 3 وبعمل ايه وبعمل انيبل وافعل الشبكه وبكتب الايه الاسم بتاعها. وبعد الانتهاء من الاعدادات اللي انا عايزها في الخطوه دي بضغط على سيف ابلاي. ثم بعد الخطوه دي هننتقل للخطوه اللي بعديها، وهي ازاي ان احنا هنعمل رقم سري للواي فاي اللي احنا عملناه ده. هنيجي في نفس القائمه هنا وايرلس هنختار سكيورتي، هتفتح لنا الصفحه اللي احنا شايفينها بالشكل ده، واول حاجه فيها ايه دبليو بي اس، والدبليو بي اس لزياده الامان لو عايز تقفلها اعمل لها ديسيبل او اغلاق. وبعد كده بننزل تحت شويه هنلاقي اسم الواي فاي اللي احنا عملناه اهو موجود اهو، نختار هنا صيغه التامين، وبعد كده هنا هناخد ايه مكان النجوم هنا هنغير الرقم السري بتاع الواي فاي اللي احنا عايزينه. وبعد ما نخلص الاعدادات اللي احنا عايزين نغيرها هنضغط على سيف ابلاي. بعدها هنيجي على الخطوه الاكثر اهميه في ان احنا نعمل ايه الجهاز ده اكسس بوينت، وهنيجي على ادفانسد سيت اب نضغط عليها. هتفتح لنا قائمة منسدلة هنختار منها لين نضغط عليها، هتظهر لنا الصفحة اللي احنا شايفينها على اليمين بالشكل ده. وهنا هنعمل اعدادين فقط او خيارين فقط. اول حاجة هنا هنغيرها اي بي ادريس اللي هو 192.168.1.1، هنغيره ونخليه اي رقم هنا
تمام، نزود اي رقم او نكتب اي رقم تاني. والخطوه دي بتكون مهمه اذا كان الراوتر الاساسي بتاع الواي فاي او الشركه اللي شغال بيها او الراوتر الاساسي بتاع شركه النت شغال بنفس الاي بي، شغال بنفس الاي بي ده. يعني الاي بي هنا الشركه اللي انا شغال بيها اللي هي تي اي داتا او وي، ودي شغال بيها 192.168.1.1، او الاي بي الافتراضي بتاع الراوتر بتاع الشركه دي هو نفس الاي بي الافتراضي بتاع الراوتر ده او بتاع الجهاز ده، يبقى لازم اغيرهم، لازم اغير واحد طبعا. واحنا بنغير على طول بشكل افتراضي، بنغير ايه؟ بنغير الراوتر او بنغير الجهاز الفرعي، لان ما ينفعش الاثنين يكونوا على نفس الاي بي. تمام. اما اذا كان الاي بي الاساسي او الاي بي بتاع الراوتر الاساسي بتاعك اللي انت بتشتغل منه من شركه النت مختلف عن ده، فممكن تسيبه عادي ما تغيروش، مش هتفرق اي مشاكل. اهم حاجه يكون الاثنين اي بي متغيرين عن بعض او مختلفين عن بعض. وهنا هنضيف هتبقى 192.168.1.3. تمام، هتنفع وتمشي عادي، مفيش مشاكل. تمام. وهننزل الخطوه الثانيه اللي هي برضو اكثر اهميه، اكثر خطوه اهميه هنا في الجهاز ده، وهي الدي اتش سي بي سيرفر. وهنا طبعا هغير الخيار ده وهخليه ديسيبل دي اتش سي بي سيرفر، وهضع احط العلامه هنا وخلاص كده. يبقى احنا غيرنا الاعدادات اللي احنا محتاجينها، نختار هنا سيف ابلاي ونضغط سيف ابلاي. هتظهر لنا رساله بالشكل ده، وهو معناها ان هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك هل انت تستمر في حاله ايه التغييرات اللي انت عملتها، ودي علشان انت قفلت الدي اتش سي بي وغيرت الاي بي. هنضغط على اوكي، الراوتر هيعمل ريبيت. تمام، وهيبدا يشتغل من جديد. وبكده احنا برمجنا الراوتر تي بي لينك موديل اللي هو تي دي دبليو 8968، نكون احنا غيرناه وعملناه اكسس بوينت ياخد بسلك من راوتر اساسي، ياخد بسلك من راوتر اساسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.